دراسة أجراها باحثون بالمركز الوطني للأمراض المعدية بسنغافورة على 3 مصابين بالكورونا أشارت إلى أن الفيروس لا يعيش في الأماكن التي تنظف مرتين في اليوم. النتائج تم الوصول إليها عبر وضع مرضى بغرف منفصلة، غرفة لم تنظف لمريض مصاب دون أن تظهر عليه أعراض معقدة للكورونا، وغرفتين تم تنظيفهما لمريضين تظهر عليهما أعراض حادة. بالنسبة للغرفة الأولى التي لم تنظف، تم الكشف فيها عن أماكن انتشار الفيروس: الكرسي، السرير، النافذة، الأرض، وغرفة الحمام، بينما لم يتم العثور على أي آثار للفيروس بالغرفتين اللتين تم تنظيفهما. لذلك لاحتواء الفيروس، ينصح المختصون بتطهير الأسطح بصفة دورية ومستمرة باستعمال منشفة وماء الجافيل أو المواد المطهرة التي تحتوي على 62% من الإيثانول أو 0.5% من بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1 من إيبوكلوريت الصوديوم. ينصح بتطهير جميع الأسطح، مقابض الأبواب والنوافذ، المقابس، الكراسي، أسرة النوم، دون أن ننسى الكمبيوتر، الهواتف وأجهزة التحكم عن بعد، إضافة إلى كل الأدوات التي تستعمل يومياً. وينصح المختصون بغسل الملابس دورياً، كما يجب تهوية الأماكن المغلقة لتجديد الهواء.